من العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا الآن الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، أنا سأبدأ مع حضرتك من حيث انتهت منى عوكل مراسلتنا في غزة، وهي تقول ليس هناك منطقة في قطاع غزة تقريبا آمنة مع موجة القصف المستمر من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي تستهدفه إسرائيل على مستوى بنك الأهداف كما تسميها في قطاع غزة في هذه الحملة؟ مساء الخير أستاذ أحمد. بكل تأكيد يبدو في ضوء المعطيات المتوفرة على الأرض أننا ذاهبون لجولة موسعة من المواجهة والفعل ورد الفعل، وأعتقد أن العنف مقابل العنف وأصبح السماء أو العنوان الرئيسي لهذه المواجهة التي بلغت ذروتها بعد ظهر اليوم، في ضوء أيضا ما حدث من اغتيال للعنصر الأخير وهو السيد أحمد الدوق أبو دوقة، نائب رئيس ما يعرف بجهاز إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد اغتيال علي خالد اليوم فجر اليوم، وبالتالي علي ماهر، وبالتالي نحن ذاهبون إلى أن يكون هناك بالفعل توسيع لرقعة المواجهة في الساعات القادمة، خاصة أن الجانب الإسرائيلي أضاع فرصة كما قال جنرالات إسرائيل خلال الساعات الماضية في لمحة غضب تجاه نتنياهو أنه أضاع فرصة، لأنه كان لديه فرصة أن يتجاوب مع الوساطة المصرية للتهدئة فجر أمس أو مساء أمس، وبالتالي لجأ نتنياهو لتوسيع رقعة المواجهة بفضل الضغوط من قبل كل من سيموليتش وأيضا من غفير، فأدى ما أدى إلى أن يكون هناك بالفعل قصف متبادل. وأعتقد أن الجهاد بمعاونة مع بعض الفصائل استطاعت أن توسع دائرة الاشتباكات أو الاشتباك داخل إطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه عسقلان، حتى أننا وجدنا مستوطنا وإعادة كبير من الإصابات لم تحدث منذ الساعات الأولى لهذه المواجهة. وبالتالي أرى أن هناك بالفعل رغبة من قبل الفصائل والجهاد في المقدمة على ضرورة أن يكون هناك استمرار لهذه المواجهة حتى تستطيع أن تسأر لشهدائها الذين ماتوا ما يقارب 28 حتى هذه اللحظة منذ فجر أمس الأول، وبالتالي كل السيناريوهات أصبحت متوقعة ومطروحة على الطاولة. ونتنياهو يريد أن يبيض وجهه أمام اليمين المتطرف خشية أن يكون هناك انسحابات أو هزات أو خضاب داخل حكومته خلال الساعات القادمة، خاصة أنه كان يتباهى هو وزير دفاعه حتى عصر اليوم أن كل من يطلق نارا على إسرائيل أو يؤذي إسرائيل أو يترصد إسرائيل سيتم القصاص منه، فعلوا ذلك بالأمس واليوم، لكن أيضا لم يكن في حسبانهم أن لدى الجهاد ذخيرة واسعة من رشاقات الصواريخ التي تستطيع أن تصل إلى عسقلان وسدروت وأيضا تل أبيب، وربما في الساعات القادمة نشهد أن هناك بالفعل تكتيكات جديدة ما بعد تل أبيب. كل تأكيد هناك بالفعل توسيع للمواجهة، وأن الرهان على أن هذه المواجهة ستتوقف اليوم أو صباح غد أعتقد أنها ما زالت بعيدة، لأن هناك بالفعل رغبة أو نية كاملة من قبل الطرفين جهاد وإسرائيل فيما يتعلق بدورة أن يكون هناك تحقيق أكبر قدر من انتصار في هذه المواجهة، خاصة أن الجهاد ترى أن لم تعد لديها ما تخسره بعد سقوط عدد كبير من قيادتها في الصف الأول من العسكريين في المجلس العسكري للجهاد، وبالتالي هي راغبة في أن يكون لديها درجة كبيرة من السائرية وإحداث نوع من الخضات، أملا في أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من خروج غضب من الشارع الإسرائيلي على نتنياهو وحكومته أنها أتت بهم إلى ساحات المواجهة، وأيضا ما يحدث في المستوطنات وخروج المستوطنين وحالة الغضب والذعر، حتى أن هناك من ساعة واحدة عدد تقرير لعدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين صبوا بجام غضبهم على نتنياهو وقال أنه أخطأ كثيرا فيما يتعلق باستكمال هذه المواجهات حتى اليوم، وبالتالي أدى لأن تعطى فرصة للجهاد لتلتقط الأنفس وتعيد ترتيب التكتيكات وتغير قواعد الاشتباك حتى وصلنا إلى المواجهة. لكن أستاذ أشرف، لماذا في كل مرة كان يشار إلى أن دماء أكثر في قطاع غزة تعني متانة أكثر ووجاهة بين قوسين لرئيس الحكومة الإسرائيلية، لماذا في هذه المرة وفي هذه الموجة من العنف لا يبدو أن نتنياهو اكتسب ما كان يريده؟ لأنه بكل تأكيد منذ بداية هذا العام والشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية حتى في الخارج أصبح لديه قناعة تلامس اليقين أن هذه الحكومة حكومة حرب وسفك دماء، وأنه لابد أن يكون لديه درجة كبيرة من التسلح في تقوية الجبهة الداخلية وتوفير الرعاية والحاضنة لكل الفصائل الفلسطينية، لأنهم ما لم يكن لديهم رد فعل قوي في مواجهة هذه المصدات القوية من قبل حكومة اليمين المتطرف ونتنياهو، خاصة أن نتنياهو يرغب في أن يكسب هذه الجولة في محاولة لإطالة أمد حكومته لأكبر قدر ممكن باعتبار الفرصة الأخيرة لبقائه في الحكومة أو العودة مرة ثانية للمشهد السياسي، وبالتالي يريد أن يحافظ على أركان هذه الحكومة ويخضع لابتزاز نتنياهو وسيموليتش طيلة الوقت، حتى عندما انسحب من غفير في نهاية الأسبوع الماضي وعلق جلساته أو عمله في جلسات الحكومة وحتى فيما يتعلق مشاركته في الكنيست الإسرائيلي عاد بعد يومين، وقد سعى نتنياهو لاسترضائه عبر تنفيذ كثير من بعض مطالبه بعمليات موسعة في قطاع غزة وأيضا عمليات اعتقال موسعة في الضفة الغربية، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى كونه الشعب الفلسطيني حصانة واستعداد مبكر أن القادم أسوأ وعليه أن يتسلح به توفير الظهير الحامي للمقاومة الفلسطينية، وأعتقد أن هذا حدث في هذه المواجهة حتى عندما
تمت توفى خضر عدنان الاسبوع الماضي وحصلت نوع من المواجهه كانت قليله لحد ما، تدخلت مصر في الوقت المناسب وانقذت الموقف، ونتنياهو كان لديه درجه كبيره من الشكوك انه سينتصر في هذه المعركه. هو الان يرى ان حكومته تتعرض لكثير من الهزات والخضات، يريد ان يحافظ على البقيه في اركان هذه الحكومه، وبالتالي سعى لان يكون لديه رغبه في تحقيق بعض الانتصارات المسبقه عبر عمليات اغتيالات للجهاد، حتى يكون هناك اشاره انه ما زال قويا، ما زال يقبل على الامور بجمره من النار. لكن اعتقد ان هناك بالفعل سيناريوهات اخرى وتغيير لقواعد اللعبه والاشتباك، خاصه ان هناك ما يعرف الان بوحده الساحات، وهذه استراتيجيه تؤرق اسرائيل كثيرا، لانه في الداخل الاسرائيلي يعلمون انهم لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحاربون في وقت واحد على جبهات متعدده، لان هذا سوف يشتت مواقف الجيش الاسرائيلي وعملياته وحتى الشباك وغيرها، وبالتالي يحدث نوع من الارباك داخل المشهد العسكري والامن الاسرائيلي. ومن هنا نتنياهو يريد ان يحصل المواجهه باتجاه حركه الجهاد فقط.